بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الصيام، حيث يلخص لنا ابن رسلان في كتابه الماتع الذي نظمه منظومة خفيفة لطيفة تقوية لحفظها حتى للأطفال. يقول كتاب الصيام: يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر، وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، وشرط نفل نية للصوم، يعني لازم ننوي للصوم قبل زوالها لكل يوم، قبل زوالها يعني زوال الشمس، وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليلة مبيتة، يعني نبيت النية بالليل كما شرحنا كذا مرة في حلقات متتالية. وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس ردة الإسلام، يبقى من المفطرات الردة والعياذ بالله. رجل جه كده واتجنن في دماغه والصبح وهو صايم قال بلا صيام بلا بتاع، أنا مرتد عن دين الإسلام. بعد شوية فاق بقى ويعني هدي وعلى ايه الهباب اللي انا عملته ده، ازاي انا ارتديت، لا حول ولا قوة، تبنى الى الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن صيامه فسد. يبقى من المفطرات، بس هو ما افطرش وما كلش وما شربش وما جمعش وما هواش، ان كان امرأة جهة حيض او نفاس، اللي هي مبطلات الصوم اللي احنا عارفينها دي، ده هو حصل له هذا الحال الارتداد والعياذ بالله تعالى، قوم يبقى وضعه ايه؟ وقد اسلم مرة ثانية وما كلش في اثناء الردة دي، ما كلش، قال ينقض صيامه ويبقى عليه يوم. وكذلك على فكرة الوضوء، واحد بيتوضى غسل وشه غسل ايديه وفي الوسط قال الله وانا بعمل ايه وايه الكلام الفارغ ده، وانا بلاش الاسلام خالص. وبعدين بعد شوية برضو هدي ورجع لنفسه قال ايه ده بلاش، ازاي ده الاسلام كله نظافة وكله حلاوة، والوضوء ده للصلاة والصلاة فيها صلة بين العبد وربه، ورجع تاني يحاسب نفسه ورجع. لكن ايه رأيك وضوء ده بطل بالردة؟ يبقى اذا الردة تبطل الحجة. واحد في الحج وشاف احوال المسلمين وشاف القتلى في الرمل فرح ارتد، بعد ما ارتد عيط قال انا طب وانا مالي بالناس اللي ما اللي بتعمل الغلط ده، وده من الاسلام؟ ليس من الاسلام في شيء. ولذلك انا تبت الى الله، لازم يحج من قابل، لانه الردة اللي ارتدها دي ابطلت عمله ضيعته، ولذلك يجب عليه ان يعود مرة ثانية الى الحج السنة اللي بعدها. جنون كل اليوم، يبقى اذا جنون كل اليوم يبطل ايه الصيام، والمغمى عليه كل اليوم كذلك. لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام. اللي ينام بقى كل اليوم من قبل الفجر لبعد المغرب الصيام بتاعه صحيح، في حين ان هو فاته الصلاة، معلش يقضي الصلاة لكن صيامه صحيح. وان يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. يبقى المغمى عليه او اللي واخد البنج لو فاء لحظة واحدة زي ما فاق كده وقال هو انا فين واغمى عليه تاني، او دخل في الغياب نتيجة البنج تاني كده، انتوا عملتوا العملية ويروح ننزل تاني، اهو ده يتحسب له الصوم. اما اللي داخل في الاغماء على طول ولو لايام، او في ناس بتقعد اعاذنا الله من المرض واياكم ايام في اغماء، فلا يحسب له صيام ويبقى عليه في ذمته صيام. طب راجل او ست
موجودين في المستشفى قعدوا 10 أيام من رمضان في غيبوبة، يبقى ما ينفع لهمش الصيام، ماتوا، يبقى وليهم يخرج عن كل يوم مسكين فدية لهم، لأن هم دول لو كانوا عاشوا كنا هنقول لهم كده، اخرجوا عن كل يوم فدية طعام مسكين. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوم كالبطن والدماغ ثم المثن ودبر وباطن من أذن. كل عين وصلت هذه الأشياء يبقى فيها الفطار. يبقى قلنا الجوف، تكلمنا قبل كده على أن الجوف ما يصلوش شيء، وعلى ذلك لو واحد حط كحل في عينيه أو مرهم أو قطرة ووصلت إلى الحلق يكون صائما غير مفطر. ليه؟ لأن العين مش منفذ مفتوح. لكن لو حط قطرة في ودنه، في مناخيره، في بقه، بخاخة الرب، الحقنة الشرجية، أدخل البتاع بتاع التنفس، الخرطوم بتاع التنفس علشان ياخد أكسجين، كل الحاجات دي تسبب الافطار. ويبقى ربنا قدر عليه انه ما يصومش حتى لو كان راغب، حتى لو كان متألم، وبنقول له أطع الله حيثما كنت. كذلك المريض بالسكر، السكر عنده 600، ما يصومش، لانه ده مرتبط بأدوية ومرتبط بنظام غذائي ومرتبط بحاجات لازم يطبقها. ما يقولش لا انا مش عايز التزم، انا عايز اصوم. يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أن المريض إذا صام فهلك وهو صائم، مش راضي يفطر، مات وحشر يوم القيامة وهو مفطر. خلي بالك، هم العلماء بيقولوا إيه؟ ان المريض اللي مصمم على الصيام وفضل صايم ومريض والطبيب بيقول له لا ما ينفعش تصوم فصام ومات انه ارتكب حراما، ده حرام. لكن الامام ابو حامد الغزالي لا، زودها شويه، قال له تعال انت بتعمل كده ليه؟ قال علشان القى الله وانا صائم. قال له انت مش صائم اصلا، ما انت مفطر. قال له ولكني لم اتناول طعاما ولا شرابا. قالوا لكنك مكتوب عند الله مفطرا. شوف شوف الحلاوة في العبادة. اوعى يا مريض تصمم على اللي في مخك وتعصى الله سبحانه وتعالى بما تتخيل انه طاع. لا، خليك كده كويس. ربنا قال للمريض افطر يبقى يفطر. وفي حاجات الطبيب يقول لك لا يمكن تصوم، فعلى طول ببساطة تفطر على عبودة، وانت بتاكل بتاكل لله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طاعة لله. ولذلك العملية دي ينبغي أن تستقر في نفوسنا. فالصيام ليس محض عبادة فقط هكذا، لا، ده بيعلمنا كيف نربي أنفسنا على أن نطيع الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وعلى أن نطيعه فيما يأمر وينهى حتى لو كان على عكس قلوبنا. عم زي إبليس، إبليس بيقول له لا أنا ما أسجدش للآدم، أنا أسجد ليك أنت وحدك سبحانك. قال له ما ينفعش، أنت هتعبدني على هواك على مرادك، ولا تعبدني على مرادي وعلى أوامري ونواهي؟ يبقى لابد أن نعبد الله كما أراد، لا أن نعبده كما نريد. إذن يقول والعمد للوطئ وباستقاء، واحدة آية أهو دي من المفطرات عن الشافعي، أو أخرج المنية باستمناء. إذن حكاية القئ دي مهمة. القئ جالك معلش
غصب عنه. يقولوا الفقهاء ذرعه القيء، ذرعه القيء يعني جه غصب عنه. لا، انت رحت مدخل ايدك ومتقايب العامل. القيء بيحصل ايه؟ انه في جزء منه بيرجع تاني، خاصة الاستقاء ده، فيبقى كأن في حاجة دخلت تاني. والقيء ده حاجة يعني ده نجس، ولكن بالرغم من كده ان الاستقاء يفسد الصوم، ويبقى عليه كام؟ يبقى عليه يوم واحد، لان الكفارة العظمى لا تكون الا في الجماع كما ذكرنا عامدا في نهار رمضان. فاللهم يا ربنا اشرح صدورنا للإسلام، وعلمنا العلم النافع، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.